اخترت لكم في هذه الحلقة كتابين، الأول عنوانه لآلئ الأمثال لمؤلفته الدكتورة رحاب عكاوي ومن إصدارات دار الفكر العربي. أما الكتاب الثاني فعنوانه أرض جديدة، وبعنوان فرعي هو كيف تكتشف مغزى حياتك لمؤلفه الكاتب إيكهارت تول. أهلا بكم. هذا كتاب يتحدث عن نوع من العلم منفرد بنفسه، وهو المثل. لا يقدر على التصرف فيه إلا من اجتهد في طلبه حتى أحكمه، وبالغ في التماسه حتى أتقنه، فلم يرى الحكماء حاجة المرء إلى شيء من أدب اللسان بعد سلامته من اللحن كحاجته إلى الشاهد والمثل. هذا الكتاب مقسم حسب الأحرف الهجائية، فالأمثال ترد فيه مرتبة من الألف إلى الياء، وما يميزه شرح الألفاظ وقصص الأمثال وفيما تضرب. في حرف الحاء مثلا نقرأ المثل القائل حرة تحت قرة، وفي الشرح الحرة مأخوذة من الحرارة وهي العطش، والقرة البرد، ويقال كسر الحرة لمكان القرة، قالوا أشد العطش ما يكون في يوم بارد، يضرب لمن يضمر حقدا وغيظا ويظهر ودا ومخالصة. وفي حرف الكاف نجد مثلا يقول قبل الرمي يراش السهم، وفي الشرح يراش يركب عليه الريش، ينبغي أن تصلح السهم قبل وقت الرمي. ومثله قولهم قبل الرماء تملأ الكنائن، والكنائن جمع كنانة وهي الجعبة، ويضرب المثلان في الاستعداد للأمر قبل حلوله. الذي أعجبني حقا في هذا الكتاب هو استشهاده بالأبيات الشعرية عند الحديث عن المثل وإيراد قصته، وهذا موجود في أغلب أبواب الكتاب. وأيضا من باب حرف السين سميت هانئا لتهنأ، ويضرب هذا مثلا للرجل يراد به أن يكون ما يخرج من بين يديه هنيا، أي إنما طلب إليك لتسهل. ميزة أخرى لهذا الكتاب، وهي أنه يورد من الأمثال ما كان عربيا صحيحا، وينبذ المولد المشتمل على كل غث من أمثال المولدين كما تقول المؤلفة وحشوة الحضريين. يقول إبراهيم النظام وهو أستاذ الجاحظ يجتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلام: إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكناية، فهو أي المثل نهاية البلاغة. ولما عرفت العرب أن الأمثال تتصرف في أكثر وجوه الكلام وتدخل في جل أساليب القول، أخرجوها في أقواها من الألفاظ ليخف استعمالها ويسهل تداولها. هذه اليقظة الروحية هي ما يعد به المؤلف كل من يقرأ كتابه هذا بعقل وقلب مفتوحين وبلا أحكام مسبقة، ويعتبرها خياراً لا مفر منه لبقاء الإنسانية واستمرارها. وهذا كتاب ترجمه سامر أبو هواش، الذي يقول في مقدمته إن فكرته جاءت
نتاج رغبة عميقة لخدمة الثقافة العربية وتعزيز مكانة لغتنا ووعاء فكرنا وحجر الأساس في وحدتنا. الكتاب هذا يسبر أغوار النفس البشرية ويقف عند الكثير من الأفكار والممارسات المغلوطة التي تشوه كما يقول رؤيتنا لما حولنا ومن حولنا، وتعوق تقدمنا وتصالحنا مع النفس والآخر، وتشكل خطرا على مستقبل البشرية على هذا الكوكب، وتقف حاجزا دون استمتاعنا باللحظة الحاضرة التي هي كل ما نملك. الآن هذه يتناولها ويحللها المؤلف في كل فصول الكتاب تقريبا، فذات الإنسان من وجهة نظره هي المفكر فيه، فحينما يقول الإنسان إنني فإن الأنا هي التي تتكلم. يتماهى معظم الناس كليا في الصوت الذي في الرأس، بحيث يمكن وصفهم بأن عقولهم تهيمن عليهم، فما دام المرء غير واع أبدا لهذا فإنه يعتبر أن ذاته هي المفكر الذي فيه. إن تفكيرك ومضمون عقلك هما بالتأكيد مشروطان بالماضي، نشأتك، ثقافتك، خلفتك العائلية وما إلى ذلك، ويتضمن جوهر أو لب نشاطك العقلي من أفكار ومشاعر وأنماط تصرف ورد فعل متكررة ومثابرة تتماهى معها بقوة شديدة. هذا هو الأنا في حد ذاته. ثمة فكرة رئيسية في هذا الكتاب يفلسفها المؤلف بعمق ودراية وحكمة، وهي لا تطلب الإذن من عقلك لكي تستمتع بما تفعله، وهذه بالطبع مسألة فيها نظر وتثير الجدل. إن انتظار البدء بالحياة كما يؤكد أحد أكثر الأوهام شيوعاً في الحالة اللاواعية، فإذا طلب المرء الإذن من عقله لكي يستمتع بما يفعله فإن كل ما سيحصل عليه هو الكثير من الأسباب التي تحول دون ذلك، ليس الآن ربما غداً، يقول هذا الغد لن يأتي البتة ما لم تبدأ بالاستمتاع بما تقوم به الآن.